الجزء السابع من القرآن الكريم. اسم الجزء. يسمى الجزء السابع من القرآن الكريم بجزء لتجدن لافتتاحه بهذه العبارة. بداية الجزء. يبدأ الجزء السابع بالآية 82 من سورة المائدة بقوله تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. خاتمة الجزء. ينتهي بالآية 10 بعد 100 من سورة الأنعام بقوله تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. عدد سور الجزء. وقع الجزء السابع ضمن سورتين: 39 آية من سورة المائدة و110 آيات من سورة الأنعام. عدد آيات الجزء. بلغ عدد آياته 149 آية. زمن نزوله. نزلت آيات سورة المائدة في المدينة المنورة وآيات سورة الأنعام في مكة المكرمة. أشهر قصص الجزء. تضمن الجزء السابع من القرآن جملة من القصص، من أبرزها قصة الصحابي تميم الداري، قصة المائدة، قصة ضعفاء المؤمنين، قصة مجادلة إبراهيم عليه السلام لعبدة الكواكب، قصة النهي عن سب الأصنام.